كما تعلمون مجلس النواب العراقي قام بالقراءة الأولى لتعديل قانون 50 سنة 2017 اللي خاص بمكافحة المخدرات. حقيقة اللجنة النيابية المختصة في هذا الشيء هي لجنة مكافحة المخدرات النيابية بالتعاون مع اللجنة القانونية واللجان الأخرى المختصة في هذا الجانب. تم تعديل طبعا بعض الفقرات بالتشاور مع الحكومة الحالية بخصوص فقرات مهمة لغرض مكافحة المخدرات. كما تعلمون في الآونة الأخيرة الغاية من تشريع القانون يجب أن يحدد عملية التجارة وكذلك التعاطي وعملية الناقل وغيرها. لاحظنا هذا القانون حقيقة هناك الكثير من الفقرات لم يتم معالجتها، فتم العمل على تعديل بعض الفقرات المهمة، مادة 27، مادة 28 وكذلك مادة 32 وغيرها من المواد الأخرى المتعلقة بالمتعاطي والتاجر والناقل وكذلك المواد الأخرى. يجب أن تتضمن كذلك مواد صارمة وحادة في خصوص معالجة ومكافحة المخدرات، إضافة إلى عملية كيفية التعامل مع معالجة ممن هو ضحية أصبح نتيجة المخدرات. حقيقة القانون ضمن لمن يتعاطى ويذهب إلى الجهات الصحية لغرض المعالجة يخلي من سبيل المساءلة، وماذا على الحكومة الجانب الصحي كيف يتم التعامل معه. هذا يتضمن كذلك في القانون الجديد لكن بصيغة أخرى. بنفس الوقت ممن يتم القبض عليه وهو متعاطي كذلك يعتبر ضحية، لكن يحكم عليه وفق القانون يذهب إلى المصحة الإجبارية. هذه المصحة تكون بإشراف وزارة الداخلية ووزارة الصحة لغرض إتمام معالجة هذا الشخص داخل الحجر الصحي اللي موجود، اللي يكون هنا مكان مصحة نفس الوقت وإرشاد. لا يمكن سابقا والآن في الوقت الحالي على هذا القانون هناك حقيقة بسبب عدم وجود مصحات يتم اللي يكون هناك سجن واحد للمتعاطي والتاجر والناقل في نفس الوقت، وهذه أمور غير صحية وغير صحيحة بنفس الوقت. فذلك هذا القانون حقيقة قانون جدا مهم، فيه الكثير من الجوانب المهمة التي سوف يتم تعديلها تتعلق في وزارة الصحة ووزارة النقل وكذلك وزارة التجارة ووزارة الدفاع والداخلية وكافة الوزارات المعنية. هناك مهام سوف تغطى كل وزارة ولكل جهة معنية لغرض إتمام هذا الملف. بنفس الوقت الجهة المسؤولة المهمة من هي سوف تكون في عملية تطبيق هذا القانون ومتابعته، أكيد سوف يتم تسميتها من خلال هذا القانون. فحقيقة هذا القانون جدا مهم، إن شاء الله خلال الأيام المقبلة يتم قراءة قراءة ثانية وكذلك المضي بعملية التصويت.